مشاهدينا اهلا بيكم من جديد، وعايزه اقول لكم بس قبل ما نبدا الفقره بتاعتنا الثانيه، كان في ديبيت في البريك بتاعنا جمع عنكبوت ايه؟ عناكب ولا عناكيب؟ وده كان ديبيت بيني وبين أيوة. نرمين، انا عن ولدرجه نفسي ان ما هي اعرفش. هتكتبه على الصفحه وهننزل ونعمل هنعمل قلق يعني في موضوع لا، العنكبوت ده عشان وكلمونا عمل مشكله في الاستوديو كله. يكلمونا يعني يكلمونا يقولوا لنا جمع لا عنكبوت لو عنكبوت سمحتي، مش مش عنكبوت اه ما لو سمحت. تتكلميش غلط. عايزين بس نقول لكم بقى، ندخل في فقرتنا الثانيه. وفي سنه 1940 تقريبا بدات تظهر رسوم الباترون في مجالات في المجلات النسائيه. كل حد بقى بيحب الموضوع جدا بتاع الاتيليهات والديزاين والخياطه والحاجات دي، يبقى عارف ايه هو الباترون. طيب في سنه 1940 زي ما قلنا هي بدات تظهر في اوروبا وفي امريكا. قبل كده ما كانش واضح قوي يعني ايه اصلا باترون، واللي هو ببساطه هنشرحه لكم يعني خطه العمل المرسومه اللي بنمشي عليها قبل ما نبدا نفصل اي حاجه. طيب الحقيقه رغم انتشار الباترونات دي، لكن لسه في الحقيقه ستات كتير جدا شايفين ان مساله التفصيل صعبه جدا. انا واحده من الناس شايفه ان لا، التفصيل ده حاجه يعني مستحيله مش صعبه، وبتحتاج اكيد لمهارات معينه وبتاخد وقت وكمان جهد. لكن الفقره دي الحقيقه يعني هنساعدكم وهنساعد نفسنا ان احنا ازاي نتعلم التفصيل في اقل من تقريبا ساعه، يعني ساعه واحده هنعلمكم على طول التفصيل، وده هيكون طبعا بمساعده ضيفنا العزيز الفاشن ديزاينر استاذ خالد صبيحه. خالد صباح وسهلا. الورد. صباح الورد، اهلا بيك. صباح الورد على حضرتك. اهلا وسهلا. الاول عايز اسال حضرتك، زي ما نرمين كانت بتقول في الانترو، هل الموضوع ان انا اصمم موديل معين الموضوع عايز موهبه، ولا انا ممكن اتعلمه مع حضرتك دلوقتي في اقل من ساعه؟ يعني ممكن اي حد يصمم لنفسه ولا هو بدراسه وموهبه؟ هو في البدايه طبعا موضوع الباترون يختلف عن الديزاين او التصميم. الباترون ده المرحله الثانيه بعد التصميم. يعني انا بعمل الديزاين احنا الاول، بنعمل الديزاين الاول بعد كده لازم التصميم اعمل الاول، ارسم الباترون، بعد كده انا بترجم الديزاين دوت على ورق، الموديل اللي انا عايزه بترجمه على ورق بالمقاسات اللي انا محتاجها. فالباترون المرحلة الأولى في عملية التصنيع، ودي طبعا من أهم المراحل يعني. الباترون، طيب حضرتك مشهور أن أنت بتعمل باترونات سهلة جدا وما بتاخدش وقت، إزاي يعني؟ هل ليها أشكال؟ ليها تمام. ليها طريقة هو في مثلا الحقيقة معينة؟ الباترون اللي أنا مشهور بيه دوت ابتكار. يعني مش أنا يعني مش بعمل حضرتك باترون، عندك براءة أنا اختراع. مهنتي في الأصل باترونست، انما اللي انا جاي اقدمه النهارده ده ابتكار بتقييم من كليه فنون تطبيقيه وتنفيذ مركز دعم التكنولوجيا التابع لرئاسه الوزراء، ومتسجل باسمي، والابتكار ده غير موجود في العالم كله. يعني ايه الابتكار بقى يا استاذ خالد؟ يعني فهمني، انا عارفه الباترون ده هي كانت عباره عن ورقه، يعني بما اني كنت بشوف الحاجات دي هي زي لوح كده شيت كبير وبيترسم عليه المقاسات، يعني باخد مقاسك بالمزوره او كده وارسم على الباترون ده، وده اللي هقص عليه. تمام، صح كده؟ تمام تمام تمام. احنا فكره الباترون بتاعتنا بقى مختلفه عشان نسهل على الناس. يعني في الاول عشان نعمل الباترون دوت بناخد دورات او بناخد كورسات او يكون عندنا خبره عمليه كبيره بتصل لسنين عشان اقدر ان انا اعمل الباترون. ففي ناس ما عندهاش القدره الماليه او ما عندهاش الوقت ان هي تروح تاخد كورس، انها تاخد كورس شهور لا، وممكن واحنا عندنا تصل لسنين. ثقافه ان هي الباترون ده صعب ومش هينفع نعمله، هو والتفصيل فعلا صعب. نفسه صعب. هو فعلا طب صعب. ما حضرتك تورينا بقى هو كده فعلا صعب، ايه؟ بس الفكره اللي احنا مقدمينها زي ما حضرتك قلت في البدايه، في اقل من ساعه ممكن ان احنا طب نعمل استاذ باترون. خالد عايزين كده ترفع للكاميرا تنفذي. الفكره بتاعت حضرتك تقول لي، لان معروف برضو اللي بيعمل باترون كويس جدا فهو مصمم ازياء شاطر جدا. هو باترونست. باترونست انا قصدي يعني كل الموديل بيعتمد على الباترون. بالظبط. هو برضو الناس عندها فكره على ان المنتج او الديزاين بيبقى اللي بيقوم بيه كله المصمم. طيب ده ايه اللي في ايد حضرتك بقى؟ اللي هو ده هو الاختراع. دوت الابتكار. هو ده عباره نوري عن الكاميرا بس شويه كده. تمام. أيوة. كده انا شايفه في زي بوينتس او ستارز كده لونها اخضر واحمر. بالظبط كده. هو عباره عن شكل باترون بس من الجلد. تمام. شكل باترون اساسي من الجلد.
عايزين مثلا احنا نعمل مقاس 38، معانا كتاب الاول بنعرف مقاس 38 دوت مقاساته ايه، الصدر كام، الوسط كام، الارداف كام، فبختار المقاس اللي انا عايزه. لو افترضنا ان احنا مثلا اخترنا مقاس 38، فكل اللي عليا اللي انا بمشي في الفراغات اللي باللون الاخضر دوت، مقاس 38 اخضر، فبيطلع لي البطرون كامل. معلش، بمشي بيها على الشيت اللي انا حاطاه على الورق تحت تحت البطرون بالظبط، اكني بعمل يعني بنمشي في الفراغات وبتعمل علامات. بس بنكون حددنا الموديل الاول. لا، الاول بنطلع باترون اساسي، احنا لازم برضو نعرف ان الباترون الاساسي من خلاله نعمل اي موديل في الدنيا، فكل موديل بعمله الخطوه اللي هي الاساسيه دي. تمام. يعني اي موديل عايز اعمله بعمل الخطوه الاساسيه دي، ان انا اطلع الباترون الاساسي، بعد كده الباترون الاساسي ده بحوله لاي موديل انا عايزه. وده كان سبب من اسباب الفكره دي جات لي بنفس الموضوع، ان انا يوميا بطلع موديلات جديده في الاتيليه بتاعي، فيوميا بعمل الباترون الاساسي. طب انت مش عايزه تتعلمي؟ انا طب والله العظيم انا فضول حالي ان انا اتعلم. طب ما تيجي نتعلم كلنا. يا ريت والله، يا ريت، تحت امرك. هنروح كلنا نتعلم. طب ماشي طب. هنروح كلنا. مش هتروحي تتعلمي؟ ده لوح، اللي هو الفرخ اسمه ايه، اللي هو اللوحه اسمها صح، لوحه ورق، اللي هو بتاع لوحات. عادي. انا لقيت كتاب فاخدته. تمام. على طول كده لقيت كتاب وانا معديه فاخدته. ده جلد. ده جلد. في حضرتك ماشي، بما انك مسكت الكتاب، في جدول مقاسات هنا. اول حاجه دوت من خلاله الاول، ده شكل الباترون على الجسم. ده جدول المقاسات. فبنختار المقاسات، بنختار المقاس، بنشوف جدول المقاسات، بنختار المقاس اللي احنا عايزينه. تمام. نفترض مثلا هنشتغل على ال 38، احنا 38 زي 40 زي 42. تمام. يعني الطريقه واحده اللي هنشتغل عليها، فكل اللي علينا ان احنا هنعمل كده. همشي في الفراغات. بمشي باي قلم عادي جدا، مفيش مشكله. العلامات اهي واضحه. كل الفراغات اللي باللون الاخضر، طالما انا حددت مقاس الاخضر 38 38 والاحمر ده ايه؟ الاحمر اهو حضرتك من غير ما انا اقول اهو. الاحمر 40 والازرق واكس لارج 44. تمام. اوكي. فهو واضح جدا. بمشي. هي المسات دي بتبقى بتالي بتختلف من مكان لمكان صح؟ يعني ال 38 مثلا في مصر غير بره. بالظبط. انت لو لاحظت حضرتك لو رحت حتى داخل مصر ممكن تختلف. ممكن حضرتك تشتري مقاس من محل وتيجي تشتري من محل تاني نفس المقاس تلاقيه مقاس مش مظبوط. عشان الموديل مختلف اعتقد في مقاسات. مش عشان الموديل. وفي بقى السلام فات والسمارت. احنا هنا بنجتهد في المقاسات، ما عندناش مقاس ستاندر كل المصانع بتشتغل بيه او كل الاتيليهات بتشتغل بيه. كده انا عملت في كل الفراغات الخضر اللي انا محدد المقاس بتاعي عليها. تمام. طب وده ينفع يعني بنطلون برضو ولا ده من فوق؟ لا، ده الكورساج من فوق. من فوق. ده الكورساج. في، انا قلت حضرتك في خمس ابتكارات. تمام. في منهم حاجه للبنطلون وفي منهم حاجه هو ده للأطفال. بعد ما حددنا ده بس للسيدات، ده الظهر. احنا كده حددنا. برضو نقول عندنا هنا خط الصدر عشان برضو نعرف ايه اللي بيطلع معانا. عندنا هنا خط الصدر، عندنا هنا اربع نقط مكتوب عليهم بنسة الصدر، عندنا هنا خط الوسط، عندنا هنا خط الارداف. لما اشيل انا دوت كده، انا الاول اعمل علامات من الخارج عشان برضه اقول بس. اقول النقط الفضي دي ليه، برضه اعمل علامات في النقط الفضي دي. الفضي كلها؟ لا مش كلها، اللي هو مكتوب مرد عراوي زراير. انا عشان بس الباترون ده بعد ما اعمله حضرتك هتقولي عايزاه بلوزه اعمله بلوزه، عايزاه جاكيت اعمله لك جاكيت، اعمله اي حاجه نطلبها اعمله لك على طول. هنعمله بنفس الباترون اللي احنا طلعناه. أوكي. بس احنا نطلع الباترون الاساسي الاول في البدايه. دي اول خطوه، حددنا بالنقط المقاس اللي احنا عايزين. تمام. بنوصل طبعا النقط كده بس عشان خاطر الكاميرا برضو تشوفها. انا بوصلها، كل اللي انا بعمله بوصل النقط ببعض كده عشان برضو نشوف شكل. ومتهيألي احنا الفضي اللي احنا كنا قلنا عليه ده، اللي هو مثلا اللي هو بتاع العراوي والزراير، نعمله بلون تاني عشان صح ولا لا؟ ولا انا بقول اي كلام؟ لا احنا هنحدده هنوصله. لا لا لا، هنحدده هنوصله لبعض ونقول امتى نستخدمه وامتى ما نستخدموش. احنا بس بنطلع حاليا دلوقتي الباترون الاساسي اللي من خلاله اعمل اي موديل انا عايزه. كده دي بنسة الصدر، هنا دوت خط الصدر بوصله لبعض.
ده خط الوسط مكتوب عندنا كل البيانات دي مكتوبه، انا بس بوضحها للمشاهدين. اللي هي دي يا جماعه ده خط الارداف، هي دي هنلاقي مكتوب هنا خط الارداف، خط الصدر اهو، بنسة الصدر اهو، وخط الوسط وخط الصدر. اوكي انا وضحتهم، بس ده المرد العروي الزراير اللي هو مكتوب برضه انا بوضحه. بس لا عشان برضو اقول امتى استخدمه وامتى ما استخدموش. هو برضه فن يعني، وعايز حد باله طويل، دي هوايه عنده. طب واللي بيعمل باترون ده لازم يكون بيعرف يرسم ولا مالهاش علاقة؟ لا مالوش علاقة، اعتقد بالأسف. مع اللي حضرتك براءة الاختراع اللي انت عاملها مسهل ان الناس، لان انت اكننا بالظبط بنمشي على نقط او بنشف من حاجة. مش محتاجة يعني هو كده كده الباترون طلع بتاع الصدر، كده باترون الصدر بخط الصدر بخط الوسط بخط الارداف. اوكي تمام؟ هنا ده المرد اللي هو العروي الزراير عشان حضرتك تتخيليه، ده هنا ده مكان الزراير. انا مش فاهمة حاجة معلش. ده نص المرد بس. زي البلوزة اللي دوت حضرتك ده ربع الجسم يعني نفس الشكل ده كده بيتحط على القماش بيطلع اتنين. طيب يعني الموديل احنا بنشتغل بقى على ربع الجسم. ايوه احنا الموديل لسه ما طلعناش، مفيش كده موديل خالص كده، احنا ما طلعناش الظهر كمان، في ظهر وفي كم. دوت الصدر احنا طلعنا ربع بقى يعني. يا جماعه لو عايزين حاجه روح الاستاذ خالد يعملها لكم على طول. لا والله الموضوع بسيط خالص يعني، انا ممكن حضرتك دلوقتي احنا ما شرحناش الظهر، بس حضرتك ممكن تطلعي لنا الظهر. انا اللي اطلعه اعمله؟ طب ازاي قول لي كده؟ هنمشي في اللون الاخضر. وقول لي يا استاذ خالد الكتاب ده بيوضح ايه بالظبط؟ يعني ده لتقليد الموديلات ولا؟ ما هو دوت بقى الكتاب فيه اكتر من موديل. قبل ما نرمين تشتغل. الكتاب فيه اكتر من موديل، بيعرفنا بقى ازاي الباترون الاساسي اللي احنا طلعناه دوت ازاي نعمله اي موديل من الموديلات اللي موجوده. طيب في قلم اهو، اعمل انا ايه بقى؟ امشي على الاخضر؟ حضرتك امشي. الاخضر ده اللي هو ايه بقى؟ الاخضر اللي هو 38 دوت. هنكمل كده. تمام تمام ايوه. كل اللون الاخضر. ماشي. بصي زي ده اهو. ده الظهر وده هو انا عايزه اقول لكم بس يا جماعه حاجه والله العظيم بجد، في ظل الغلاء الاسعار اللي احنا فيه ده، احنا لازم لازم كلنا نتعلم الـ 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 التفصيل، لان التفصيل دلوقتي ارخص بكتير من الـ من ان احنا نشتري جاهز ولا ايه؟ وخدي بالك حضرتك كمان في ناس غاويه جدا. هنا هنكمل بقى هنا دوت كده. طيب يعني لا لا لا, لا خلاص ده الكم، ده الحاجه الثانيه هنا الاخضر. لا برضو ده الحاجه الثانيه، ده راس الكم. احنا عندنا هنا بنسة نص الظهر، هنستخدم الاخضر بس. طيب امشي هنا على السيلفر. لا برضو دوت لا ده مكتوب عليه الاربع نقط دول الخضر، برضو ده بنسة برضو الظهر، هنقول بنسة دي الايه والبنسة دي الايه، ودي رقبه والبنسة دي اعمليها. لا مش هنستخدمها كده خلاص، انت كده حضرتك. طب معلش ليه مش هنستخدم يقتل البلوزه؟ وحضرتك مكتوب عليها ايه؟ ما احنا لسه ما عملناش بلوزه، احنا بنطلع الجسم نفسه. اوكي احنا لما نيجي نعمل بلوزه هنطلع الياقه بتاعت البلوزه. تمام تمام كده احنا عملنا الظهر، او حضرتك عملت الظهر. هنوصل عشان انت مستصعبه الموضوع. وصلي بقى حضرتك النقط ببعض. انا بساعدك اهو. لا ارجوك انا اوصلها. لا ثانيه واحده، اوصلها بطريقه مستقيمه يعني؟ بطريقه مستقيمه. اوكي وصلي النقطه للنقطه. بس خالد برضه يعني بجد قعد ادي العيش لخبازه. طبعا انا كده صح. انا كده يعني لا انا وصل للنقطه دي. دي بدي؟ النقطه دي. بص انا شاطره ازاي. النقطه دي حضرتك بدي. معانا يا جماعه معلش انا. مين بوظت الموديل يا جماعه؟ لا 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 خالص لا والله. خدي بالك في ناس غاويه جدا موضوع التفصيل، ممكن تكون انت ما انتش حباه. لا ماليش. بس برضه هتعملي بطل. بحب افصل اروح افصل يعني، لكن انا افصل بنفسي لا. طب ودول مش هيتوصلوا ببعض؟ هنوصل دي بدي. ده كده سامبوكس. انا وصل زي زي ما هي دي بنسة حضرتك. اوكي دي بنسة. طيب معلش امسكي لي دي من هنا كده. ايوه لا قربيها شويه. ماشي. لازم نرمين برضه بتحب الدقه. ايوه انا لازم دقيق. المقاس يطلع بالظبط يعني. طب النقطه دي ايه؟ النقطة دي زي دي كده. دي برضه بنسة بعد إذنك. اتفضل بقى. أيوه دي بنسة بتستخدم في حاجات معينة، طبعا أنت ما قفلتيش منها. طب وارد إن في حد مش عايز بنس في الموديل بتاعه، مش لازم هستخدمها. لا لا مش هستخدمها، أنا حاطط في الماكيت أو في الفكرة كل حاجة ممكن نستخدمها وما نستخدمهاش. يعني البنسة دي ليها استخدام والبنسة دي ليها استخدام. البنسة دي بتستخدم في السوستة الخلفية، لو بعمل سواريهات أو بعمل حاجة مقسمة فيها سوستة ورا، فأنا بعمل التقسيم في منطقة الوسط. تمام تمام. فدي ليها استخدام ودي ليها استخدام. يبقى ده الوش وده اللي حضرتك بتعمله ده الظهر. ده الوش وده الظهر. تمام حلو. أقصه ويبان شكله.
يلا بينا. طيب ماشي، هو كده هيبقى باقي الكم، فهنطلع الكم برضو. هو ده الوش كله ولا ده جزء من الوش؟ عشان برضو عشان ابقى فاهمه. ما حضرتك نتفق ان الباترون بيطلع الربع، ما بيطلعش الكامل يعني، ما طلعش كله، بيطلع ربع الدوران. أوكي. ونص الامام ونص الخلف. تمام، لان بالتالي يعني ده هيتقص على قماش متني، فهيبقى جزئين. هيبقى الجزء دوت وقصاده الجزء دوت. اتنين جزئين. طيب يلا، ما ينفعش نقص بقطر، بيبقى اسهل ولا لازم؟ لا 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 ما ينفعش. لا ما ينفعش بقطر طبعا، مش هيطلع مظبوط. ما ينفعش القص يعني، انا حاسه المقص ممكن يحود مني شويه، لكن القطر احنا هنمشي بالظبط على الخطوط. ما اكيد حضرتك يعني في البدايه تتدربي الاول على المقص. يعني ممكن ندي المقص لنرمين دلوقتي؟ خدي بال حضرتك، في ناس بتخيط وما تعرفش انها تطلع باترون، فعندها فكره ازاي تمسك المقص، وعندها فكره عن حاجات كتير، ويبقى ناقصها بس موضوع الباترون ده، بالنسبه لهم حلم يعني. ده حلم بالنسبة لناس كتير. ده الظهر. ده الظهر. تمام، حلو قوي زي الفل. ده اللي انت عملتيه. ده اللي انا عملته. ده اللي انت عملتيه، طبعا. ده اللي انا عملته يا جماعة. طب احنا اهو في اقل من ساعة، احنا ما ضحكناش عليكم يا جماعة. لسه ما اتعلمناش أي حاجة يا جماعة، عشان بس يبقى في ثقة كده مع المشاهدين. والله بقى المشاهدين بقى اللي غاوي الباترون واللي غاوي التفصيل هو بقى اللي يحكم، يشوف الموضوع خد وقت ولا لا. احنا كده بنقص الوش. كده احنا بنقص الصدر. الامام لأي حاجة ممكن نعملها، يعني ممكن ده نعمله جاكيت أو هنعمله بلوزة. أستاذ خليني برضو أسأل حضرتك، في بعض الناس ما بتستخدمش الورق بتاع اللوحات، بيستخدموا الورق اللي هو زي الزبدة القاري. حضرتك عندك فكرة؟ أيوة أنا عندي فكرة طبعا. حضرتك عندك فكرة؟ معلش الورق بس أحط فيه. هات الورق، ما فيش مشكلة. أطلع الكم، عشان كده أبقى أنا عملت الباترون كامل، صدر وظهر وكم. انا عندي فكره، عشان انا دخلت مصانع ملابس. تمام. وفيها تفاصيل، بس انت عندك اكسبيرينس يعني، واضح ان يعني عارفه الحاجه يعني. مثلا مامتك كانت ممكن بتخيط او كده. لا ماما اصلا راحت قبل كده يعني، بس مش كنا عايزين نعرف ندخل الخصوصيات قوي. بس على الاخضر برضو. لا حضرتك الكم بقى. الكم. احنا نطلع الكم. بس هي حاويه الموضوع، بس هي صغيره طبعا من زمان، خدت كورس باترون ده، وكانت صاحبتها تجيب لها المجلات من بره دايما وهي ماشيه وهي جايه يعني. بالظبط. وحبته جدا. بعدين العيله كلها كان في ناس فيهم عندهم صدم. مصانع ملابس. طب سمر قالت حاجه مهمه. خلاص جدا. احنا هنسيب الحكم لماما. طب يا طنط، يا طنط لو سمحت. لا امال دول بس حضرتك. لا لا ما عملتيش حاجه، انت عملتي هم دول. واخده بال حضرتك، انا اشيل دوت كده. طب انت حضرتك بتدي كورسات لو حد عايز ياخد كورس؟ طبعًا ممكن طبعًا بتدي طبعًا كورسات لباترون؟ طبعا طبعا. طب ده هايل جدا. بدي كورسات وبعلم من خلال دوت. في اللي عايز يتعلم في وقت سريع جدا بيتعلم بدوت. وال دول في بعض. تمام. لا ده انا شاطر جدع والله، برافو عليك والله، برافو عليك. ده من اصعب الحاجات يعني. ادي الكم كده، يبقى انا كده طلعت الباترون كامل. انا ممكن اعمل لكم حاجه سريعه. هو الكم معوج شويه ولا هو كده تمام؟ لا المعوج انا هظبطه وانا بص. تمام اهو كده الكم اهوت طلع كامل كده، الصدر طلع كامل، والظهر طلع كامل، والايد وكل حاجه. تمام. الكم والصدر والظهر. انا ممكن اعمل لكم جيبه بقى بسرعه، فانتوا تشوفوا شكلها. طب احنا سرجاني عندنا وقت نعمل جيبه ولا مفيش وقت؟ مفيش وقت. مفيش وقت. تمام للاسف. مره جينا احنا عايزين نمسك بقى الحاجات اللي احنا عملناها. لو سمحتي اديني كمي. خدي كمك. انا فين ظهري؟ ده ظهري. لا ده مش ظهري، ده الصدر. ده الظهر وده الظهر. يا جماعه حضرتك امسك بقى ده. انا امسك ده. كل واحد يمسك حاجه. اهو استني، ده الوش، ده الستر، وده الظهر، وده الكم. وده كم يمين وشمال، خلي بالكم يعني. ممكن نحطه هنا يبقى كده، وممكن نحطه هنا يبقى كده. هو طبيعي الكمين بيطلعوا. ما انا قصدي يعني ده كم هنا ونقلبه الناحيه الثانيه يبقى كم هنا. بس هو في القص بيبقى له برضه فنيات، ليه امامه وخلفه. بس معقول ده بقى الاساس يا حضرتك؟ مش ده كبير يعني؟ ده ممكن يبقى كبير على اساس انه ده ميديم.
ده سمول كمان المفروض ده سمول ده سمول بس هي المقاسات المقاسات شرقيه يعني المقاسات مش احنا عندنا ما شاء الله 38 يعني احنا 38 دي مقاسات شرقيه بجانب ان حضرتك احنا لسه هتاخد منه سم خياطه فهيبقى يا دوبك يعني ده بقى بيتحط على القماش ويتفصل بقى بالظبط كده ادي كده ده شكل ال ممكن عايزه ايه ده كده شكله وده الظهر بتاعه انا هنحط دوت تحت ده فنانه فنانه يا جماعه مش يعني مش عارفه هو كده واضح للكاميرا فن تجريدي لو انا تنيت ده كده ده رفير هيبقى كده شكل جاكيت شكل ايه ممكن جاكيت جاكيت كول. ده كول ورفير كده هيبقى نفس الشكل ده كده تقريبا لو انا قصيته هتبقى بلوزه لو انا قصيت الجزء ده يبقى طب وريها ممكن يبقى تاير او يعني ايا كان بقى انا ده كده يا جماعه بقى جاكيت الله جميل قوي جميل قوي فعلا وده كده بقى بلوزه وده عمايل ممكن يبقى جيبه ايديا وحياتي انا قصيت خط الوسط دوت كده ده بقى بطرون جيبه تمام احنا بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا شرفتنا جدا وتعلمنا اهو خلي بالك كده احنا هننافس يا ريت احنا خلاص استاذ خالد صبيحه نورتنا وشرفتنا وصباح الورد عليك صباح الورد صباح الورد على حضرتك صباح الورد طيب لسه مكملين مع حضراتكم خلونا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل لباقي فقراتنا طب مواجهة القبح في الحياة لا يحتاج إلا إلى قرار وهذا ما فعله أهل شارع زاهر عبد الهادي في حي المطرية فقد نجحوا في تزيين شارعهم ليصبح لوحة جميلة تسر الناظرين كل شيء بيبدأ بفكرة وإحنا حبينا نعمل رسالة للمجتمع إنه يحتذي بينا أنت ابدأ بنفسك إحنا عندنا أكتر من فكرة ابدأ بنفسك نظف نفسك نظف شارعك نظف مكانك قلنا بدل ما كل واحد يجيب بس يبقى نقول نعمل زي ربط كده بيننا وبين بعض كل واحد يدفع 10 جنيه كل شهر في سبيل برضه تبقى متوزعه وكل ياخد ثوابه يعني بدل الشارع ما كان ضلمه كان تراب كان كده دي كنا بننظف منها الشارع نعمل فكرنا في الدهان بعد كده عملنا جمعيه خفيفه الاول حاجه قلنا يا 10 جنيه كده بدايه كل واحد وكل واحد على قد ما يقدر يدفع الشباب ساهموا برضو معانا مع ناس عواجيز مع ناس كبار وهي كده كده مع بعضينا جبنا جوز الزيتون مع بعض الحاجات اللي انت سيادتك شايفها بمساعده رئيس الحي الكلام ده من سنه ونص نعمل رابطه بيننا وبين بعضينا نلم فلوس بسيطه كده عشان نعمل اي تطورات في الشارع يعني فجات المحافظه بعت لنا البلاط ده شجعنا اكتر ان احنا الفلوس اللي كنا لمينها عشان نعمل بلاط جالنا البلاط من بره فقلنا نعمل الدهانات اللي موجوده اللي حضرتك شايفها دي بالذوق اللي حضرتك شايفه ده بالتعاون سكان الشارع كله يعني. اهالي المنطقه شكلوا فيما بينهم ما يشبه رابطه عرفيه وقاموا بجمع الاشتراك الشهري بحسب القدره الماديه لكل شخص وبداوا باناره الشارع وتزيينه بالرسوم الى جانب تركيب عدد من كاميرات المراقبه لتامين الشارع على مدار الساعه. جينا نلم من الشارع اللي قدر يدفع يدفع اللي ما قدرش يدفع ما قدرش مش مشكله يعني مش يعني بصينا للجانب الايجابي مش الجانب السلبي. الجانب الايجابي هو ايه الناس اللي بتدفع السلبي اللي مش هيدفع مش مشكله قدر قدر ما قدرش خلاص مفيش مشكله بالعمل الجماعي استطاع الاهالي بمجهودهم الشخصي تحويل شارعهم من مشهد القبح الى مناظر جماليه على امل ان تنتشر هذه التجربه وتتزين شوارع القاهره